نادت بك مثل الكرام الكرام نادت بك مثل الكرام الكرام نادت بك مثل الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هنكلمكم عن عملاق، بس عايز أقول لكم على حاجة قبل ما نقول اسمه. عايز أقول لكم إن القرن العشرين طلع لنا كنوز ودرر كتيرة جدا ومبدعين وعباقرة في التلاوة وفي الإنشاد. عايز أقول لكم القرن العشرين ده بدأ بعملاق وبينتهي بعملاق. القرن العشرين بدأ بعملاق وهو الشيخ علي محمود، عملاق في التلاوة وعملاق في الإنشاد والابتهالات. ينتهي القرن العشرين بعملاق عظيم وهو اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة، فضيلة الشيخ سيد النقشبندي. قبل ما نتكلم عنه تعالوا نسمع القارئ، قبل ما أقول المبتهل لأن الابتهال هقدمه إن شاء الله برضو، لكن هنسمعه دلوقتي كقارئ. واسمعوا القرآن وجمال القرآن وحلاوة القرآن بهذا الصوت الجميل، صوت فضيلة الشيخ سيد النقشبندي. تعالوا مع بعض نسمع التلاوة النادرة دي. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلا قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله 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 الله. الشيخ سيد النقشبندي كروان رباني. الشيخ سيد النقشبندي إمام المدحين وأستاذ المنشدين والمبتهلين. الشيخ سيد النقشبندي
علامة بارزة من علامات شهر رمضان المبارك. ليه؟ لأن دايما كان كل سنة الناس بتستمتع سواء قبل الإفطار أو بعد الإفطار، بتستمتع بهذا الصوت الجميل في الأدعية والابتهالات والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الشيخ سيد النقشبندي ما كانش بيقول من حنجرته، لا، ده قبل ما يقول من حنجرته كان بيقول من قلبه، لأنه راجل محب، رجل عنده صفاء، صفاء في قلبه، صفاء في حنجرته، وكان يأخذ المستمعين إلى أعلى. تعالوا دلوقتي نسمع هذا المقطع لفضيلة الشيخ سيد النقشبندي، وبعدين نكمل مع بعض حلقتنا النهاردة. وراقبوا الله يا قومي، ولا تهنوا وحكموا دينكم في الأمر، واعتبروا فدينكم أفضل الأديان، فدينكم أفضل الأديان، دينكم أفضل الأديان، قاصبة لو صمتموه لزال الذل والخطر. الشيخ سيد النقشبندي صوت ملائكي، هو أستاذ المدحين فعلا، وهو إمام المبتهلين في القرن العشرين أو في نهاية القرن العشرين. هو أحد
من برزوا في هذا الفن، فن التواشيح والابتهالات الدينية. فكان ياخد المستمعين معاه، ياخدهم ويصعد بيه كأنه بيصعد بيهم للسماء وبعدين يرجعهم تاني. بس معايا أنا المرة دي ابتهال خد المستمعين معاه لفوق، وبعدين أنا هسيبك بقى تسمع الأول علشان تعرف قد إيه الراجل حنجرته دي قوية جدا، وكان عبقري في الأداء، وهو عالي كان بيقول جواب الجواب. هفهمكم جواب الجواب ديت بعد ما نسمع هذه المقطوعة. لما بدأ في الأفق نور محمد، لما بدأ في الأفق نور محمد لما بدا بالأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله وجه الأرض ليلة سمعتوا معايا؟ عرفتوا قد ايه خد المستمعين اللي بيسمعوه السميعة وطلع بيهم لفوق في السماء بجواب الجواب. يعني ايه جواب الجواب؟ يعني هنجيبها من تحت الاول. في حاجة اسمها قرار في الصوت. قرار يعني بجيب من الاخر، بجيب من اخر حاجة في الحنجرة بتاعتي. فمثلا بقول ايه؟ الله الله، ده قرار اسمه قرار. أما الجواب الله الله، شوف ده عريض وده إيه؟ رفيع. أهو ده الجواب وده القرار. الله ده القرار، الله ده الجواب. أما الشيخ سيد النقشبندي ما كانش بيقول الجواب، كان بيقول جواب الجواب، يعني أعلى طبقة في الحنجرة أنا ما أعرفش أعملها بصراحة. وناس كتير كمان حتى مبتهلين معاصرين وغيرهم ما كانش يعرفوا يعملوا جواب الجواب دي. قليل جدا من الناس اللي تعرف تعمل أو تجيب درجة جواب الجواب دي. بقى منحة ربانية يعني جواب الجواب دي حاجة تانية، وهو فوق
في جواب الجواب فأعلى حاجة بيقولها بصوت عالي كان بيقول بنغم وبيلعب كده في صوته وبحنجرته. ودي برضو صعبة لأن اللي بيجيب جواب الجواب ده بيجيب خط كده ثابت، لكن الشيخ سيد النقشبندي كان ممكن يلعب كمان هو فوق، عامل زي ليه الواحد كده اللي راكب طيارة وبيرمي نفسه من الطيارة كده، وقبل ما يفرد الباراشوت بتاعه بيقعد يحلق ويسبح بقى ويعمل حركات ويتشقلب هو بالظبط نفس التشبيه كده. الشيخ سيد النقشبندي كان بيطلع بطبقة صوته جواب الجواب لأعلى، وكان يبدع ويتألق ويقول مقامات جميلة ويلحن مقطوعة جميلة جدا اللي احنا سمعناها دلوقتي، رحم الله فضيلة الشيخ سيد النقشبندي. دلوقتي هنسمعكم المقطع الأخير في حلقة النهاردة برضو من إبداعات فضيلة الشيخ سيد النقشبندي، وهنختم بها حلقتنا النهاردة ونقول لكم بعدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. يا وجميل عظيم.